اذا مو براند واسم الماركه فتشي مو قبول. وصلني موديل يخبل بخمس الوان وباجهزه هوايه المن، بس خل افرجكم ياي فيفا مدريد شيء كلش حلو سلم كلش على الجهاز، مسكه مالته تصير ستاند ومسكه كفر قوي فريم عالي دقم ميتاليك، اقعد على الجهاز لون لون بس خليكم وياي. اول لون طبعا هو شفاف بس ينطي لون، اول لون هو البنفسجي، هذا هو قعدت على الجهاز باعوا اخوان. الفريم الحوالي للكاميرا كلش بعيد والدقم ميتاليك مثل ما تلاحظون، والستاند فتشي روعه وبنفس الوقت يصير مسكه، هذا اول لون. وشغله ثانيه شبكه على السماعه، هذا البحري مالته خليته على الجهاز باعوا اخوان. لو الجهاز بحري طبعا هو لون الجهاز شويه يحكم، بس لو الجهاز بحري كان اختلف الشكل، بس مع ذلك يخبل. والزيتوني مالته هذا هو على الجهاز صراحه روعه روعه مو كفر. واجا الاسود هاي قعدت على الجهاز، واجا الشفاف هاي قعدت على الجهاز، خمس الوان. طبعا الكفر اللي يصير بمسكه دائما يصير ضخم، هذا سليم والنوع القوي 12 برو ماكس 13 برو ماكس 14 برو ماكس فيفا مدريد. ان شاء الله عندي توصيل لكل العراق 4 بغداد 6 محافظات للحجز او الاستفسار راسمي على الواتساب تدلون. تحياتي لكم انا اخوكم حسين تشاندتش.